طبعا انا مع الطائفه اللي فيها سيدنا علي وسيدنا عمار، والاصل عندنا في التوجيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: عمار تقتله الفئه الباغيه يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار. هذا لفظ البخاري في الصحيح. فانا معكم سيدنا علي الذي يدعو الى الجنه، ولست معكم معاويه بن ابي سفيان الذي بنص الحديث هو امام الطائفه التي تدعو الى النار. واقول وبذا والله لو أردت أن أذكر الأدلة لا يجوز أن أرمى بشيء قبل البيان والإيضاح. عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وأختم بقولي: مذهبي مذهب الوصي أبي السبطين، فالحق دائر حيث دار، أعلم الصحب للمدينة باب، كم به الله أرغم الكفار. وتمسكت بالشهيدين إني سائر في عقيدتي حيث سار، أطيب العالمين أما وجدا، أطيب الناس عنصرا ونجارا، حصنوا العلم إذ بنوا عبد شمس خبط عشواء يخبطون سكارا. حصنوا العلم إذ بنوا عبد شمس خبط عشواء يخبطون سكارا، بدلوا طغوا وتعامى حامل العلم خيفة واضطرارا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.